وفي كل نسخة من نسخ معرض الخريف تحتل العطور العربية بروائحها وتفاصيل صناعتها موقعا مميزا في المعرض لما لها من ارتباط وثيق بالتراث الخليجي. العارضون من الشركات المتخصصة في صناعة البخور والعطور العربية تسابقوا للمشاركة في المعرض وتقديم خلطاتهم الفريدة التي شهدت إقبالا من المهتمين بشراء العطور ذات الروائح الأخاذة التي تناسب أذواقهم. برائحتها الفريدة وعبيرها الأخاذ تفوح روائح البخور والعود والعطر العربي بين أروقة معرض الخريف، خصوصا وإن هذه العطور التي يأتي بها العارضون من مختلف دول الخليج العربية تتميز برائحة مميزة لها ارتباط وثيق بالتراث الخليجي. نمكس الشيء الفرنسي، نضيف له شيء عنبر، شيء عود، شيء مسج، يعني يستوي يعطي على العربي أكثر من الفرنسي. هاي بالنسبة للعطورات. أما في اللبان، طبعا نحن تخصص لبان، اللبان نحن عندنا اللبان الحجري وعندنا اللبان الذكر، وبالإضافة الحين اللي هابين فيه أكثر مبيعات اللي هو اللبان المعطر. طبعا اللبان عماني بلمسات وخلطات إماراتية، هاي كلها زيوت طبعا نحن مخلطينها، في شيء على العربي، في شيء على الفرنسي، في ميكس بعد على العنبر والمس واللافندر، كله مكسينا مع بعض. طبعا عرفنا في المعرض من قبل وجهزنا المنتجات خاصة في المعرض هذا، ما نزل يعني مثل ما تقولين يعني الموجود هني بعده تقريبا قولي 6 أصناف خاصة نازلة في هالمعرض، مو موجودة في الأفرع الثانية، نزلناها في هالمعرض بس ومو موجودة في أي مكان ثاني. طبعا مثل ما تقولين العطور عندنا هذه الروائح العطرة التي يتفرد خبراء العطور العربية بصناعتها أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذا المعرض السنوي، ففي كل ركن من أركان المعرض تنتشر روائح الدخان المعطر وتفوح رائحة العطور العربية ذات الصبغة التراثية والتي مزج بعضها بروائح فرنسية لترضي شغف مختلف الأذواق من محبي هذا النوع من العطور. هني احنا الحمد لله العطور العربية عندنا تتميز بروائحها المختلفة، يعني في طبعا عدة انواع من العطور العربية، في اللي يجيك طبقة الفرنسي اللي تكون يعني على زهور خالصة او مسك او مسك ابيض مثلا او فانيليا، تكون عطور يعني قريبة من العطور الفرنسية 90%، يعني عطور باردة حيل، تصلح حق الصيف، تصلح حق الشتاء، حق الاطفال، وايد حلوة. جايين اصلا من جنوب عمان ومحافظ ظفار، المحافظة معروفة بالطيب وبالبخور وباللبان، معروفة محليا وخارجيا بعد. عندنا من أشهر المنتجات اللبان والبخور والعطور العربية، والحمد لله في يعني في إقبال على البضاعة. عام بعد عام تأخذ العطور العربية موقعها في المعرض بمساحات أكبر، خصوصا وإنها باتت مرادفا للتراث الخليجي العريق بما تقدمه من تجربة حصرية بخلطات فريدة يتم إعدادها خصيصا لمعرض الخريف. عطورات عربية يفوح عبقها في معرض الخريف في جو تنافسي بين العارضين الذين يسعون لجذب عشاق العطور وتلبية ذائقتهم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.